ابراج اللي هو الابراج المائيه، بما اننا داخلين على فتره مائيه اللي هو شهر 7 اللي هو برج السرطان. كل سنه وانتم طيبين وينعاد عليكم. عايزه اقول ان برج السرطان طبعا هو الشهر اللي فات كان كتير مشاكل حواليه، او كان مستني امور ماديه جايه له يعني لم تحدث. عايزه اقول له ان يعني استبشر، في شهر 7 هيكون في مدخول مادي حلو قوي لبرج السرطان، راجل او ست كمان. برج الحوت كان عنده مشاكل من اسبوعين، ممكن تكون مشاكل عائليه، ممكن تكون مشاكل زوجيه، ممكن تكون مشاكل. المهم ان هو كان متروق الاسبوع اللي فات في مشاكل كتيره جدا برج الحوت. وبرج العقرب، انا باخد بس الابراج المائيه بما اننا داخلين على فتره مائيه. الابراج المائيه عندنا برج العقرب هو في انتظار حدث ما، يعني ممكن يعني ممكن يكون عنده بيع عقار لحاجه او حفله زواج. المهم ان عنده حاجه تخص القلب، وان شاء الله يا رب يعني يكملها له على خير. هنتكلم عن